مرحبا أصدقائي، الآن سنتعرف على جدول الضرب للعدد 8. إذا 8 في 0، أحسنتم، كل عدد في 0 يساوي 0 يساوي 0. 8 في 1، أحسنتم، 8. إذا كل عدد في 1 يساوي نفسه. الآن 8 في 2، أحسنتم، نطبق قاعدة التبادلية، تبادلية الضرب، الضرب تبادلي. إذا 8 في 2 تساوي 2 في 8 تساوي 16. نطبق نفس القاعدة، قاعدة التبادلية بالنسبة لبقية الجداءات. لاحظوا 8 في 3، درسنا جدول الضرب لثلاثة، تساوي 3 في 8 تساوي 24، أحسنتم. 4 في 8 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 32، وتساوي 8 في 4، إذا 8 في 4 تساوي 32. 8 في 5 هي كم؟ هي 5 في 8 تساوي كم؟ أحسنتم، تحفظون جدول الضرب لخمسة بشكل جيد، أحسنتم. الآن 8 في 6، جدول الضرب لستة، 6 في 8 48، أحسنتم. الآن 8 في 7، حفظتم جدول الضرب لسبعة؟ أحسنتم، ممتاز. إذا 8 في 7 تساوي 7 في 8 تساوي 56. الآن 8 في 8 أي 8 8 مرات تساوي كم؟ سنضيف 8 ل 56 تساوي كم؟ أحسنتم، تساوي 64. 64. ثم 8 في 9 أي 8 9 مرات، نضيف 8 ل 64 تساوي كم؟ 72، أحسنتم. ثم أخيرا 8 في 10 أو 10 في 8، كل عدد في 10 أضيف 0 على يمينه. إذن 10 في 8 تساوي 8 في 10 تساوي كم؟ 80. 8 وأضيف 0 على يمينه. وهكذا تعرفنا على جدول الضرب لعدد 8، أحسنتم، حاولوا حفظه في المنزل، بارك الله فيكم.